اتفضلوا استريحوا. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي فخامة السيد نيكول باشنيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، السيدات والسادة الحضور، بداية أود أن أعرب عن سعادتي باستقبال فخامة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا الصديقة والوفد المرافق لسيادتي في زيارة تؤكد مدى اهتمام الجانبين وعزمهما على تعزيز وتطوير تعاونهما المشترك بما يحقق مصالح شعبيهما وبالبناء على العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط البلدين والتي ترجع إلى استضافة مصر تاريخياً لعشرات الآلاف من الأرمن الذين سكنوا مصر وساهموا في إسراء المجتمع المصري في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية. ويسعدني في هذا الصدد الإشارة إلى أن المباحثات التي أجريناها اليوم قد أكدت تطلع البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما والتواجد الاستثماري في كليهما بما يتناسب مع المستوى المتميز لعلاقاتهما السياسية، وذلك من خلال استكشاف مجالات جديدة للتعاون لا سيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والصناعات الغذائية والدوائية. أكدنا كذلك خلال المباحثات اليوم استعدادنا لنقل الخبرة المصرية في مجالات البنية التحتية والإنشاءات والنقل وإنتاج الطاقة إلى الجانب الأرميني وبحث سبل الاستفادة من الخبرة التي تتمتع بها الشركات الأرمينية في مجال الذكاء الاصطناعي. كما شهدت المباحثات تأكيد أهمية تنشيط دور الآليات المؤسسية القائمة بين البلدين لا سيما اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني ومنتدى رجال الأعمال في تعزيز مسارات التعاون بين البلدين. خلال الفترة المقبلة كما أود في هذا السياق الإعراب عن اعتزازنا بمستوى التعاون والتنسيق القائم والمستمر بين الجانبين في مختلف المحافل الدولية. السيدات والسادة الحضور، لقد استعرضت مع فخامة رئيس الوزراء الأرميني الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة المحتل وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى تسوية القضية الفلسطينية من خلال الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإحلال السلام والتعايش في المنطقة بدلاً من الحروب والدمار والخراب. كما أكدت خلال المباحثات على دعم مصر لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز ومساندتنا الكاملة للحوار والتفاوض كإحدى أدوات حل النزاعات سعياً لتحقيق السلام العادل والشامل والسماح بتدشين مرحلة جديدة من النمو والتنمية وبما يحقق مصالح شعوب المنطقة. ختاماً أرحب مجدداً بفخامة رئيس الوزراء الأرميني في مصر وأعرب عن أملي فأن تكون هذه الزيارة خطوة رئيسية في سبيل تعزيز وتطوير التعاون المشترك في كافة المجالات بين بلدينا الصديقين بما يثري العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع شعبي البلدين. شكرا جزيلا. تفضل فخامة الرئيس. فخامة الرئيس، رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، والحضور الكرام، السيدات والسادة، أولا وقبل كل شيء أود أن أعرب امتناني
لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي على زيارته، على تلبية دعوته للقيام بزيارة إلى جمهورية أرمينيا، وكمان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة لي وللوفد المرافق لي. جمهورية مصر العربية في الشرق الأوسط من أهم الشركاء في الشرق الأدنى، فأنا أشيد وأقدر تقديرا عليا الفرصة دي علشان إحنا نقدر نلتقي بعدنا البعض. بالاحتكاكات والتواصلات المتكررة بين قادات دولتين والتعاون المشترك المتبادل مش هي الشهادة على العلاقات الدافئة بين بلدينا فحسب، بل كمان رؤية للمستقبلية مشتركة. فيما يخص في جنوب القوقاز والشرق الأوسط الصراع والتوتر والمتطورات والمستجدات، خلال اللقاء مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا تطرقنا الى مسائل أمنية وإقليمية وذات الصلة في المنطقة وكمان في جنوب القوقاز وفي الشرق الأوسط. ناقشنا جهود مصر وأرمينيا لإحلال السلام في المنطقة وفي جنوب القوقاز، تأكيدا على أهمية إحلال السلام في المنطقة وكمان بدعم الشركاء. أنا قلت لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدير أرمينيا تجاه الموقف المتزن لجمهورية مصر العربية والموقف البناء. أنا قدمت لزميلي المستجدات لمباحثات مع جانب الأذربيجان لتسوية النزاع، وأكدت أعدت التأكيد على نية أرمينيا لتسوية العلاقات وتطبيع العلاقات بناء على اعتراف بسلامة أراضي بين الدولتين وترسيم وتحديد الحدود حسب إعلان المآتي عام 1991 ميلادي في جنوب القوقاز وفي المنطقة بشكل أرحب كاستقرار محوري جدا، كمان رفع الحصار عن البنية التحتية في المنطقة، وكمان سيادة الدول واحترام القوانين الدول والمعاملة بالمثل والمساواة كمبادئ. ففي هذا الصدد احنا بلورنا وقدمنا مفترق طرق السلام كمبادرة اللي إحياؤها وتنفيذها قد يمكن أن يغير الوضع في المنطقة كلها، وبالتالي نبني تعاون مشترك فعال بربطنا مع شمال الجنوب والغرب والشرق. فخامة الرئيس أرمينيا تتأسف جدا بخصوص اشتداد الأوضاع في قطاع غزة، وبالتالي عشرات ألاف في الضحايا الأبرياء، فإحنا نتأسف. فإحنا شهدنا بأنفسنا هجمات على المدنيين السلميين وعلى البنية التحتية المدنية، وبالتالي احنا نكاتف جهودنا لدعوات ونداءات المجتمع الدولي لوقف اطلاق النار، وبالتالي احنا كمان نشيد بخطوات جمهورية مصر العربية لادخال مساعدات بدون اي عقبة، وكمان لاستقبال الجرحى الفلسطينيين واجلاء الأجانب من المناطق. وكمان احنا ناقشنا علشان احنا كنا محتاجين للنصيحة ومشورة الجانب المصري علشان المساعدة الإنسانية لإدخال قطاع غزة نوصلها، علشان احنا عندنا مشاكل لوجستية. واحنا بنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرته وعلى استعداده لمساعدتنا، ووزراء الخارجية بين البلدين في المستقبل راح يشتغلوا في حل المشكلة عمليا. فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والإسرائيلية والنزاع، فأرمينيا دائما دعمت مبدأ حل الدولتين. في جدول أعمالنا الثنائي أعوز أشير بإفتتاح إلى أن جمهورية أرمينيا وجمهورية مصر العربية دلوقتي عندهم تعاون مثمر في مجالات السياسي، ثقافي، علمي، تعليمي، سياحي
وفي مجالات أخرى وفي مجالات مثمر في تعاون مثمر في متعدد المنصات. مصر بالنسبة لنا شريكة موثوق فيها وكمان في علاقتنا مع العالم الإسلامي وفي حوارنا. ومش هقدر لا أشير إلا بين أرمينيا وجمهورية مصر العربية في علاقاتها في أهم مكانة مميزة جدا للجالية المصرية الأرمنية اللي بتسهم لقرون باستمرار في تنمية مصر وكمان في تعزيز الروابط بين بلدينا. وفي هذا الصدد عاوز أتقدم بشكري الجزيل والشكر الخاص على الرعاية والمعاملة اللي على مستوى الدولة هؤلاء الأرمن استمتعوا بها وبيستمروا في استمتاع بها. فخامة الرئيس، بعد زيارتك إلى جمهورية أرمينيا من الملحوظ اهتمام مستثمري المصريين في أرمينيا وفي قادة شركات مصرية معروفين قاموا بزيارة إلى بلدنا على أرض الواقع ليتعرفوا على أرض الواقع على فرص الاستثمار. وأنا آمل في أن في إطار الزيارة دي وفي اللقاءات اللي بتحصل مع رجال العمل المصريين إحنا هنناقش الموضوعات دي وهنؤلي دافعا جديدا لعلاقتنا الاقتصادية بين بلدين. فدلوقتي بخصوص تطوير العلاقات التجارية التبادل التجاري في عمليات وخطوات عملية بتحصل في السنة الجارية من المخصص تتم الجلسة الاعتيادية للجنة الحكومية المشتركة وكمان هيكون منتدى رجال أعمال من إرسه وكمان من المتوقع عقد منتدين آخرين خلال السنة. فحكومة جمهورية أرمينيا هتشجع رجال الأعمال الأرمن أن يشاركوا في المنتديات اللي هتعقد في القاهرة في تطور ديناميكي في مجال السياحي بين البلدين. بالنسبة لمواطنينا بجمهورية مصر العربية ولسنوات باستمرار من أفضل المقاصد كاستراحة وسنة تلو أخرى عدد السياح الأرمن لمصر يزداد عددا. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بختاما في كلمة عاوز أؤكد ثاني مرة إن إحنا خلال سنتين الأخيرتين في أهمية كبيرة جدا لزيارات متبادلة على أعلى مستوى اللي يعطي حافزا جديدا. وأنا أتمنى إنجازات جديدة والنجاح لمزيد من النجاح والسداد بين بلدينا من أجل رفاهية وازدهار بلدينا ودولتنا. مرة أخرى بشكركم على حسن الاستقبال وتكرم الضيافة. شكرا.